الحمد للحق المبين من كونه لي يا بين على الكتاب المستبين ما جميل إني آمين الحمد للحق المبين من كونه الخدام
خيار العربي سكموني للعربي سكسبي لطلبي حبيب أهل سخامي صلي على باب الهدى نهي المدى للنادى ليس الهدى ما الرادى باب الهدى والكرم وسلم على الأمين ساك المكين ذاك المجيد هو القامين بساسنا وذريمين ذاك الوجيد هو المجيد وهو المبار والمجيد من الثقة من الياغوت للجنة والتأتأ
من كافى لوداد بجاهه وسلم. هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا تنبسما في عرسك المعزم. وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وفي الرماح والسيوف خلع كل سنام. قال الهدى للنايم بخير ذكره العجيب بربه الباقي القديم سبحان من لم ينام. قد ولد فيها مديم المسام. ليلة مولد النبي ليلة ما في غياب ليلة ما وداب وتريزي وسيرا كالهدام. وكالغدا لسهوب بردا لآل غياب عن سمع أخبار النبي ورجاه بالندام. تريد في السماء والرجيم وفرق سر اليوم به سواكم سدايا نوالدا خير النبي خبادا سرير كسرى لأهله
اللي اغتالا من نوري أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تزول بالآل وصحب الهدول وبيجاد بسبيل بالله الحوال آمين صلي وسلم من على من حاز مولدا جالا لغيرنا ذوي الخلا والتقبل الخدام صل وسلم من هلا من عزا مولدا جالا لغيرنا ذوي الخلا والتقبل خيرات أهل الهمان
فسيارا نموه بالفضخام ويالا ما يلقوني مولد خير البشر فشرب بالمتهار يكف كيد المرغام ينوب القلب سارا من ذلك الماء بالموجة والقلب يدنا وعن شقاء اليدام إياء مولد للباس يغني الهياء صلاها على خير البشر باخٍ يديم للبشر بالعلي والسم بدرر ما سلا من يعدم يا ملهم قد وفاق صليها على والخلق فخلقا كالخلق وتسليم قد كان ذات ودود في الخديجة لسدود ولم يكن بمفرد ولم لمن سامى من منتمد آدم كان يدعو لكل من مجاه في كل سامى وكان وسهى الهدم يضحك بتبسم وهو جليد الغلاب بياده مشرب بحمرة وأداب وأنجل سلسام يفتر في أسناد سامك البرخ أو حب الخامة ودهبه يجلو سلام فسروج في سلام ووجهه مدور وهو خميس أزهار وهو بهي أسمار مراتي كان ما أسهبي في خديه المعزم وكان سبت الخصاب هرنينه سسمم كامل للألهاج وأسناب المفلج وأستان المبتهج والوجه ماه القمام وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سهارا والمثل قاتل لم يرى ولم يرى في شاء
الشيام وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زهرا والمثل قد لم يرى ولم يرى في الشيام هو الذي
الخير هادي وكامي وهو سوء تسجد
الأكبر في الخالق الأنصار وما رأوا من أريم هم الأبي سلماني يغني عن المدى فيه لكل عبد القاسم يدلوك خير الهرم كان يولي نوريا كما يولي نوري ما وهو خاني ينزل بربه المكرم يا يا ربي صل أبدا على النبي إن عبدا وآله زوي النادى وصحبه وسلم يا ربي صل لكل أهل على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وسبيه وسلم يا ربي صل لفي دور على الذي مع الصبر وآله وسلم يا ربي صل لكل على النبي خير الأنام وآله على دوام وسبيه وسلم يا ربي يا ربي صل بصباح على النبي بذي الصلاة وآله ذوي الفلاح وسبيه وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قدوس على رئيس الرؤساء خير البراء يا سلامي يا ربي صل بسلام على النبي في دوام والعلي وصحب الكرام صل على ليس الشباب بيوم بار الوفا ما سهاب الونفا بهديه المعزم صل على بدر الجلال دج القلوب وهلا المقامة المولى ويزبيه
وهو لسان يراجيله
كتاب موت الأقسام وفيه مجال الوازن أبو الحسين والحسن باب العلوم والخاتم أبو سيرة في الأنجوم سيدنا المكرم علي المعزم مرن دا حسن سام ما إلا سام والوجام بذلك اليوم حسن لنا آمان من واجل ومن غنى وقاجل ومن يا ربنا
صلي على خير شافي قبيلا محمد وكميلا غزي به وسلم يا ربنا صلي على ماهي الأزال والجال محمد الوسيلة ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج المعتلى محمد من غسل ما سألني وسلم يا ربنا صلِّ على من سبقه خلق إلى محمد من عجل حالياً وسلم يا ربنا صلِّ على من كسلي صلى محمد من بجل حسائه وسلم يا ربنا صل على أخلي كل المقال محمد من أقال مباركا صل على سار سما فوق البراق اللي سما محمد وكرم باسمه وسلم قد بدا يا لخطيبا في الليل والكل منهم مداها من بعد ما قد فريها
الرحيم وهو الذي من اهتدى بأهله نال الهدى ويهتري فوز خادى ذا عزمة بالنخام وهو كتاب المبين جاء به Allah'a emanet.
بلندها والمهتمين.